في واحد كتب لي السلام عليكم، في واحد كتب لي وقال لي البصل، فالبصل بيقي في البرد فعلا لأنه بيرفع المناعة بتاعة الجسم، لأنه صيدلية متنقلة للإنسان. بس البصل الطازج مش البصل الأخضر، لا البصل رز البصل سواء ناشف ولا أخضر ما تفرقش. بس هي الفكرة انه طازج معناه ايه؟ يعني مش مطبوخ في زيت وكده اللي بحمروه وبحطه في الطبيخ والكلام، لا البصلة نفسها تروح قطعها 3 4 حتت وتاكل، دي حاجة تانية. فدي بتقيق من كل امراض البرد بترفع. هي عيبها في ريحتها، الريحة عشان انت تتلاشاها فعليك بالبقدونس، عرقين بقدونس خضر، ها تغسلهم كويس وتاكلهم، تمضغهم تمضغهم مطول فيهم هم في بقك، دول يطيروا لك الريحة. فدي بالنسبة للايه، لموضوع البصل. كمان التوم اللي معاه او ما عندوش مشاكل بالنسبة ما عندوش القولون والكلام ده من امراض القولون، فالتوم برضو ممتاز. لو انت خدت التوم على الريق، فصين توم بيعمل لك سيول الدم وبحرك الدم. نمرة 2، كل البكتيريا الموجودة في الانتستين يعني في الأمعاء كلها الضارة حتى الضارة والمفيدة بشيلها من عندك، فبنضف لك المجاري. لو عندك ديزنتاريا، أنا كان الراجل اللي كنت كلمته على الديزنتاريا فقلت له فلاجيل والكلام ده، طب في حاجة بسيطة، هو لو جاب كوباية وحط نص كوباية حط فيها نص كوباية مية وحط فيها 2 معلقة نشا، النشا اللي بيعملوه في السحلب وفي الحاجات دي، النشا بتاعنا اللي في المطبخ، 2 كبار نشا ودوبهم، وبعدين عصر عليهم ليمونة، وبعدين شربها كلها مرة واحدة. ثق ان ايه، الدوزنتارية كلها بتاعته هتروح. فده بالنسبة للدوزنتارية، وده بالنسبة للبصل. والتوم برضو صيدلية متنقلة في كل الفوائد، فبيعمل سيولة بيقتل ميكروبات ده التوم. وهو طبعا احنا ما يعني انا بقولش ليه، لان الريحة، ريحة التوم وريحة البصل وكده، وحتى لو رايح جامع فساعات تصلي جماعة فما يفترضش تكون واكل توم او بصل، رايح الجمعة ما تاكلش توم او بصل صباح يوم الجمعة، عشان ايه، ما تكرهش الناس فيك وانت بتصلي. تاني حاجة الملائكة هتبعد عنك وانت في صلاتك، فدي مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.